السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تسطب شات جي بي تي على الكمبيوتر بتاعك، سواء اندرويد او على الماك، او تقدر تسطبه على الاندرويد او الابل اي او اس، تقدر تسطبه بدون اي مشاكل خالص. وحتى لو الحساب بتاعك مجاني هيشتغل معاك، تمام؟ يعني انا الحساب بتاعي مجاني، هقول له هنا داونلود، وادخل بالحساب المجاني بتاعي الاقيه شغال معايا بالشكل دوت. ممكن بقى تشغل موضوع ان انت تتكلم معاه بالصوت، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ ما المزايا التي سأحصل عليها عند تسطيب شات جي بي تي على الويندوز على الكمبيوتر الشخصي؟ تصديب تشات جي بي تي على الويندوز يتيح لك العديد من المزايا التي تسهل الوصول إلى الخدمة واستخدامها. إليك بعض الفوائد: وفد سهولة الوصول. وجود التطبيق على سطح المكتب يعني أنك لن تحتاج إلى فتح المتصفح كل مرة لاستخدام تشات جي بي تي. تجع تجربة استخدام محسنة. التطبيق عادة يكون أكثر Hi, glad to meet you. I think we're going to do great work together. Where should we start? نقدر نختار الصوت اللي احنا عايزينه. ممكن تغير الصوت من هنا، تبدأ تختار أصوات تانية. Hey, how's it going? I'm looking for... توفر ميزات إضافية مثل الاختصارات السريعة أو التوافق مع برامج أخرى على جهازك. F5 وضع عدم الاتصال إذا توفرت. في بعض الأحيان قد يضاف وضع العمل بدون إنترنت لبعض المهام البسيطة. هل ترغب بمساعدة في تنزيل التطبيق أو إعداداته؟ لقد قمت بتنصيبه بالفعل على الجهاز الخاص بي، وأريد أن أبدأ الاستخدام، فكيف أجربه؟ بمجرد تثبيت تشات جي بي تي على جهازك، البدء باستخدامه بسيط جدا. اتبع هذه الخطوات: أفت فتح التطبيق، انقر على أيقونة تشات جي بي تي على سطح المكتب أو من قائمة يبدأ. ثاء تسجيل الدخول. إذا كانت هذه أول مرة، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك OpenAI أو إنشاء حساب. تسجيل الدخول ستظهر واجهة الدردشة. يمكنك كتابة أي سؤال أو استفسار في خانة النص أسفل. هو بيكتب طبعا كل حاجة هو بيقولها، فبيبقى ظريف. ممكن تفتح ملفات عندك وتقدر انت تتعامل معاها. هتشوف قائمة الأسئلة اللي انت سألتها على شات جي بي تي العادي، تمام؟ وتقدر تسطب جي بي تي. انا صراحة شايف ان هو لما سطب على الويندوز بقى يعني كفاية فكرة ان انت تقدر تتكلم معاه صوت، وممكن تشغله كده على جنب وتبدأ ان انت مثلا تدخل ميتنج هو اللي خاص